الصبح بدا من طلعتي والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل عشاء صح في موسمها الثاني يا شباب تصل بكم إلى جبل نور. نحن الآن في أسفل الجبل، ينتظرنا الصعود إلى القمة هناك ثم الذهاب إلى غار حراء. أنت لما تكوني في هذا المكان وشنو هي المشاعر اللي تكون عندك؟ الله الله، مشاعر جميلة جميلة، مش قادرة أوصفها. يا شباب، وصلنا إلى غار حراء، وها نحن عند مدخل الغار. هنا احتضنت الأرض السماء بعد طول اشتياق، هنا تنزلت أنوار الهداية وعبير الحق والإيمان، هنا احتضن جبريل عليه السلام نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. جاءت رسالة الإسلام بالعلم، إذا راك حاب الدنيا فعليك بالعلم، إذا راك تحوس على الآخرة فعليك بالعلم، إذا راك حاب الدنيا والآخرة معاً فعليك بالعلم. بالعلم يرفع الله أقواما درجات فوق درجات. فوق جبل الرماة وخلفي جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. في عشاء صح يا شباب نتعلم التفاعل الإيجابي حتى مع الجمادات. وهذه رسالة يا شباب، ليس دائما الانتصار يكون بالشجاعة، ولكن كما قال العلماء الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولا وهي في المقام الثاني. نتعلم من هذا الموقف مراجعة النفس واتهام النفس. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. ربنا واحد، ديننا واحد، كتابنا واحد، لساننا واحد، فهيهات هيهات أن يفرقون. جزاك الله عنا خيرا يا حمزة بن عبد المطلب. مما نستفيد منه أيضا ونحن فوق جبل الرماة ونحن خلفنا جبل أحد، أن الذين ثبتوا على الجبل 10 فقط يا جماعة. قال ماذا لو لقيته وسألني ماذا قدمت للدين من بعدي. لنتعلم أنه لا نجاح لأي مشروع ما لم يبذل صاحبه من أجله الغالي والنفيس. يخادعون إذ يقولون بأن الجسد معاق، ولكن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة القلب. يا شباب، الاعتراف من شيم الأشراف. آدم عليه السلام أذنب، إبليس أذنب، إبليس ملعون ومطرود إلى يوم القيامة، أما آدم فهو أبونا وعليه السلام. أين الحرمة؟ أين الوقوف عند حد الله تبارك وتعالى؟ يقول العلماء من لم يقف في عرفة فليقف عند حد الله الذي عرفه. البعض يقولنا كيف الثقة بالله مثل الثقة في الحلاق؟ أقول لك أيها الكريم،
أنت أيها الشاب تذهب إلى الحلاق ويضع الشفرة الحادة على رقبتك، يقول لك التفت يمينا فتلتفت، التفت شمالا فتلتفت، أنزل رأسك فتنزل، تثني عليه ببعض الكلمات ثم تسلمه أجرته وأنت سعيد. يقيني بالله، يقيني حتى نعيشها صح.